الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فأنت من الله تعالى وإمام ومغفرة ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم،
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام
فقيل تراوي رحمتين جميعا رحمه الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين من فرائضك محمدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللهم معرضين وفي الدنيا سافلين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعمان شاكرين وعلى البلايا صابرين ونبتغ وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قيام السائرين وعلى الحوض واجدين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سريرة الكرامة ضاعين وبالدرس العين متزوجين ومن سدوس والاستبرة وبالبرج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين لهوى بوابه وكسب معين وعن الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. خلصنا نفقة من الوتر الجامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا القدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
تحب الأحباب عفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب الأحباب عفو عنا يا من أمين. بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انا نسالك كريما دائما ونسالك قلبا خاشعا ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك عملا صالحا ونسالك دينا قيما ونسالك خيرا كثيرا ونسالك العفو والعافيه ونسالك تمام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وشيامنا وقيامنا وتنم شرعنا وتضرعنا ودع عبودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بعد قراءة الصوم بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم قليل عن عذاب حرب الشر ومقام هذه سنه لله تعالى صلى الله على محمد.